مع بداية كل صيف تتفاقم أزمة الماء الصالح للشرب في العاصمة الموريتانية. شح المياه في هذا الحي فرض على الكثير من سكانه الاعتماد على نقاط توزيع كهذه. جلب الماء بطريقة بدائية لا يقتصر على العشوائيات أو الأرياف البعيدة، فهنا نواكشوط. أنا ساكن في الدار اللي هي ما هو متوفر الماء، ونشتري من الحنفيات مع من هذا مسمومه هذا العربات هذا واللي جيني منه موسخ. ومع ندرة الماء الصالح للشرب يقوم أفراد في غياب الدولة بحفر آبار في بعض الأحياء السكنية. تجارة الماء مدرة للدخل، وشبكات توزيع المياه المترحلة تم تعويضها بعربات تجرها الحمير. أصحابها يقولون إن عملهم أفضل من خدمات أجهزة الدولة، فهم يوفرون الماء لكل بيت. الناس كاملة تجبر المياه كامل، تجبر المياه كامل، والمياه ما هو مصيب عنه، وياك أن الناس كاملة تترحم وتقعد عنها الشفا. المياه هنا على مستوى هذه المنطقة يقولوا لها صكوك، ما هي متوفرة، والشركة ما عدلت توسيعها بالرغم عنها الدعاية على أنها عدلت توسيعها. يخرج على داخل مع انه ما هو متوفر، وهون الناس لجئت على انها تشري المل عند العربات. الموريتانيون يربطون بين عدم تمكنهم من الحصول على خدمات اساسيه مثل ماء الشرب واستشراء الفساد في البلاد. وكانت موريتانيا قد حصلت خلال السنوات الاخيره على تمويلات خليجيه ضخمه بهدف حل مشكله الماء الصالح للشرب في العاصمة، وتتهم المعارضة الموريتانية العسكرة بتبديد هذه التمويلات. خليل الدجدود، العربية، نواكشوط.